السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سر التفوق. إن شاء الله النهاردة هتبقى ختام لحلقات المراجعة اللي بدأناها من شهر، وكنا بنراجع فيها المنهج كله، منهج الجغرافيا للصف الأول الثانوي. وطبعا إحنا النهاردة إن شاء الله المراجعة النهائية اللي هي مراجعة ليلة الامتحان، هتبقى ان شاء الله مراجعه نحاول بكل القدر الامكان او بقدر الامكان يعني ان احنا نكون شامله كل اجزاء المنهج، وهتبقى مقسمه بين البرنامج النهارده لبرنامجكم سر التفوق، وكمان مع هنكملها في برنامجكم مدرسه على الهواء. فالنهارده مراجعه ليله الامتحان هتكون متميزه ان شاء الله، لان هنشمل فيها اجزاء كتيره جدا من المنهج، وهتبقى اسئله شبيهه جدا من اجزاء الامتحان، وهيكون فيها معلومات كمان عن اجزاء المنهج كلها، مش هتبقى اسئله بس، لا كمان هنراجع فيها عن اجزاء مهمه كمان في المنهج. هنشوف مع بعض حبايبي كده اول سؤال مع بعض. شكل السؤال اللي قدامنا دلوقتي هو من أسئلة الصور، يعني إيه؟ يعني بيديلك شكل عبارة عن صورة أو رسم بياني أو خرائط معينة، أو ممكن يكون شكل يوضح ظاهرة معينة، مثلا آثار معينة وهكذا، يعني نوع من أنواع الأسئلة اللي بتعتمد فيها على الملاحظة والتأمل والاستنتاج كمان يا أولاد. طيب السؤال هنا مدي لك صورة بتوضح لك ايه؟ هنا موضح لي شكل الصورة اللي احنا شايفينها، ازدحام شديد طبعا كلنا ملاحظين، شكل العربيات، شكل الناس، الشارع قد ايه مكتظ بالسكان، يعني فيها وشكل واضح جدا من الزحام الشديد في المكان ده. طيب الزحام الشديد ده هو بيقول لك لاحظ الصورة التي امامك وحدد الاتي، يعني ايه؟ يعني انت بص كويس جدا وركز الصورة دي بتوحي بايه او بتوضح ايه، وانت عليك ان انت تحدد ايه اللي موجود جوه الصورة. بيقولك حدد اول نقطة طالبها منك، حدد المشكلة التي تعبر عنها هذه الصورة. تعتقدوا ان الزحام الشديد دوت والتكدس اللي احنا شايفينه سواء في وسائل المواصلات او في الافراد، ده دليل على ايه؟ ان في كثافة سكانية عالية جدا او في عدد سكان كبير جدا في هذا المكان، يعني المشكلة ممكن نقول عليها اللي واضحة امامنا دلوقتي نقول انها ناتجة عن المشكلة السكانية. يبقى اول مشكلة انا ممكن او اول حاجة انا ممكن الاحظها من الصورة دي اللي هي انها بتعبر عن المشكلة السكانية. طيب وطالب مني بقى اسباب المشكله واقترح حلول لهذه المشكله، يعني اول نقطه انت عليك اللي تستنتج المشكله دي هي نوعها ايه، وتاني نقطه انت هتحدد لي اسباب المشكله دي، وكمان هتقترح حلول للمشكله. يبقى انت حددت المشكله وحددت اسبابها وكمان هتقترح لي حلول للمشكله اللي امامك. طيب اول نقطه لازم ان نفتكر مع بعض ايه هي تعريف او ايه هو تعريف المشكله السكانيه، عشان كلنا نبقى عارفين نراجع مع بعض معلومات هامه في المنهج، واحنا عارفين ان المشكله السكانيه من النقاط الهامه جدا في منهجنا السنه دي. المقصود بالمشكله السكانيه حبايبي ان هي عباره عن عدم التوازن بين عدد السكان وموارد الدوله. يعني ايه الكلام ده؟ معناه ان عندي عدد سكان الدولة لا يتماشى مع مواردها، وبالتالي يبقى بيحدث مشكلة سكانية. امتى؟ لو انا عندي عدد السكان كبير جدا وموارد الدولة محدودة، في الحالة دي بتظهر عندي مشكلة سكانية. طب لو في توازن بين الاثنين خلاص ما يبقاش عندي اي مشكلة سكانية، بالعكس هيبقى في استقرار سكاني او بيبقى في عندي نوع من النمو الاقتصادي الى حد ما. طيب يبقى أول حاجة أنا عاوز أعرفها النقطة الأولانية اللي أنا عرفتها لك دلوقتي وهي المشكلة السكانية. يبقى أنت دلوقتي عرفت يعني إيه المشكلة اللي قدامك أو الصورة دي بتوضح لك إيه، وكمان عرفت إيه هو معناها عشان تقدر تحدد إيه أسباب المشكلة السكانية. لو هنبص على الأبعاد اللي هي قدامك ديت، وطبعا كلنا عارفين أبعاد المشكلة السكانية هي المقصود بها أسبابها، يعني الأبعاد أو النقاط اللي كانت سبب يا أولاد في حدوث المشكلة السكانية. أول بعد معانا بيقولك إن عدم التوازن اللي احنا قلناه بقى في التعريف بتاع المشكلة السكانية، وهو عدم التوازن بين السكان والموارد، مهم جدا جدا جدا، ودي من أهم النقاط اللي بتعمل لي فجوة كبيرة جدا بين عدد السكان والموارد، وبعد كده تؤدي إلى حدوث المشكلة السكانية. طيب البعد التاني إن أنا عدد السكان الرهيب ده كمان بيبقى فيه سوء توزيع ليه،
دي برضو كارثة من الكوارث اللي بتزود من حدة المشكلة السكانية. كمان لو أنا عندي نسبة الأطفال عندي عالية جدا، يعني إيه؟ يعني ارتفاع عدد المواليد معناه وجود عدد كبير جدا من الأطفال، أو قاعدة الهرم السكاني اللي إحنا كلنا عارفينها وشرحناها أكتر من مرة في الحلقات السابقة، إن عندنا قاعدة الهرم السكاني كل ما كان عدد الأطفال فيها كبير كل ده ما بيساعد على ارتفاع الإعالة أو نسبة الإعالة في الدولة. وطبعا ده مشكلة كبيرة جدا، بالإضافة لأنها بيزود من حدة المشكلة السكانية حبيبي، إلا أنه كمان هيكون مؤثر رهيب جدا على اقتصاد أي دولة. تمام كده. طب وكمان عندي بعد كمان مهم جدا، هي الأمية، المشكلات الاجتماعية بصفة عامة يا ولاد، سواء كانت أمية أو فقر أو بطالة، دي كلها مشكلات رهيبة جدا، دي بتؤثر برضو على زيادة حدة المشكلة السكانية. وجالك في الامتحان أسئلة كتيرة جدا على النوعية دي وسألك عليها وقال لك إزاي أو إيه العلاقة بين الأمية وبين زيادة حدة المشكلة السكانية. ممكن يقولك العلاقة بين الفقر وزيادة حدة المشكلة السكانية، إيه العلاقة بين البطالة وزيادة حدة المشكلة السكانية. يبقى معنى كده أن كل الأبعاد اللي قدامك دي اسمها أسباب المشكلة السكانية أو محاور اللي بتسبب المشكلة السكانية. طيب انا عرض لك مجموعة اسئلة على الابعاد دي برضو للاستزادة عشان تستفيد منها، هي خارج طبعا نطاق السؤال اللي احنا كان مطلوب مننا اللي هي الصورة اللي احنا بنحدد اسباب المشكلة، انت مطالب بس تحدد الاسباب. بس انا قلت على اساس ان احنا نستغل كل جزئية حبايبي من المنهج بحيث ان احنا يبقى لمينا كل النقاط اللي ممكن احتمال يجي فيها سؤال، وان شاء الله تبقى الاسئلة مفيدة ليكم. لو بصينا كده بيقولك السؤال ايه، ما العلاقة بين نسبة الإعالة والمشكلة السكانية، ايه العلاقة بين الإعالة والمشكلة السكانية. وانا جاوبتها دلوقتي وانا بشرح لك الجزئية ديت، قلتلك ان كل ما ترتفع نسبة الإعالة طبعا بيزود من حدة المشكلة السكانية، لان معناها ارتفاع نسبة كبيرة من الايه او ارتفاع معدل المواليد، يعني ارتفاع عدد الاطفال، يعني زيادة في عدد السكان وزيادة في حدة المشكلة السكانية، خصوصا ان الفئة دي لا تعمل، يعني فئة غير منتجة، يعني انت مطالب توفر لها كل الخدمات وهي لا تعمل، وطبعا ده بيزود من حدة المشكلة السكانية. لما بص بيقول لي سؤال كمان، ايه العلاقة، نفس الكلام اللي انا قلته لك، العلاقة بين الأمية، الفقر، البطالة وبين المشكلة السكانية، نفس الكلام، ما العلاقة بقى بين التركيب العمري والمشكلة السكانية. كل دي أسئلة مرتبطة بالجزئية دي. لو قلنا التركيب العمري، احنا متفقين يا اولاد ان كلمة تركيب عمري مقصود بها ايه يا حبايبي؟ أقصد بيها إن أنا بقسم فئات المجتمع إلى أعمار، يعني الفئات العمر، بقسم المجتمع بتاعي إلى فئات عمرية. يعني إيه فئات عمرية؟ يعني أطفال، شباب، شيوخ. يبقى أنا كده قسمت المجتمع إلى أجزاء إيه أو فئات الإيه العمر المختلفة. طيب جميل. طيب عاوز يقول لك إيه العلاقة بقى بين التركيب العمري ده وبين المشكلة السكانية؟ إن أنا من خلال التركيب العمري هقدر أحدد عدد الأطفال اللي موجودة في الدولة قد إيه، هقدر احدد عدد الشيوخ اللي موجودين في الدوله قد ايه. يبقى بالحاله في الحاله دي انا ما كل ما بتزيد عندي نسبه الاعاله كل ما هيزود معايا حده المشكله السكانيه. شايفين ان كل الاسئله اللي انا سالتها دي كلها بتدور حوالين نقطه واحده، يعني ممكن يغير لك من شكل السؤال لكن الاجابه في النهايه هي واحده، بتدور حوالين مضمون واحد، هو مجرد بس ان احنا بنغير من صيغه السؤال، فبتلاقي بتحس ان هو سؤال مختلف عن السؤال اللي قبله. طيب يبقى نرجع لسؤالنا الاولاني اللي هو كان جايب لك الصوره وبيقول لك حدد المشكله اللي فيها، وقلنا انها مشكله سكانيه وقلنا اسبابها اللي هي الابعاد اللي احنا قلناها دلوقتي. هنقول بقى اقتراحات لحلولها. اقتراحات الحلول دي انت لك مطلق الحريه ان انت تطلع اللي عندك كله، يعني بيبقى سؤال الاقتراحات دوت او مقترحاتك بيبقى طالب منك ان انت تطلق العنان لتفكيرك، ان انت تطلع ابداعك، ممكن ان انت تدينا اقتراحات او حلول تكون افضل بكتير جدا من حلول موجوده حاليا، او حلول احنا ما طبعا ما يكونش عندنا فكره عنها او ما طرقتش على اذهاننا. يبقى في الحالة دي ممكن ان انت ده بيساعدك السؤال ده على ان انت ينمي فيك حتة الابداع والتفكير وازاي تقترح حلول لأي مشكلة او تعالج اي مشكلة ممكن تواجهها في المستقبل. تمام. طيب نقول بقى مع بعض كده نقترح، نساعدك كده ونقول لك بعض الاقتراحات وانت عليك ان انت تقول او تكمل زي ما انت عاوز، بس يعني كما يحلو لك. لو قلنا يا ولاد ايه الاقتراحات اللي ممكن تساعدنا في حل المشكلة السكانية،
اكيد ان احنا هنعمل ايه، هيبقى في تنظيم اسره، يعني بنقلل من عدد السكان، يعني بنحاول ان احنا نقرب شويه من التوازن بين عدد السكان والموارد، بنحاول ان احنا نستصلح اراضي زراعيه جديده بحيث ان احنا نوفر كميات كبيره جدا من الغذاء لاعداد السكان المتزايده باستمرار، كمان ان احنا نعمل انشاء لمدن جديده في المناطق الصحراويه عشان نعمل حاجه مهمه جدا وهي اعاده توزيع السكان، لان انا عندي حاجه اسمها سوء توزيع السكان، دي بتزود من حده المشكله، فانا لما اعمل مدن جديده يبقى انا هعيد توزيع السكان، يبقى انا هقلل شويه من حده المشكله السكانيه، يبقى انا هستصلح اراضي، هنشئ مدن جديده، هعمل تنظيم اسره واحدد النسل او اقلل من عدد السكان شويه او عدد المواليد، ان كمان هعمل ايه؟ هقيم مشروعات مختلفه، انا عندك اتجاهين للمشكله السكانيه، اولها هي تنظيم الاسره، تاني حاجه التنميه، التنمية الاقتصادية مهمة جدا، إقامة المشروعات المختلفة يا ولاد ده بيساعد على إيه؟ إن أنا أولا بيزود إنتاج الدولة، بيزود العملة الصعبة، بيوفر لي فرص عمل، بيقضي على البطالة، تمام؟ يبقى أنا كده دلوقتي زاد دخلي، قضيت على البطالة نتيجة المشروعات اللي قمت بيها، الدخل اللي زاد دوت هقدر استفيد منه في مجال التعليم ومجال الصحة، وبالتالي هقضي على الأمية وهقلل من الفقر، فيبقى أنا كده حليت جزء كبير جدا من المشكلة السكانية. كده يا حبايبي، يبقى أنت لميت كل أجزاء السؤال، قدرت إن تقدر تجاوب له كل النقاط اللي طالبها بإتقان، وتقدر تحصل فيه على الدرجة كاملة. طيب نشوف بقى سؤال كان تاني كده مختلف عن السؤال ده. لو قال لي حدد أي الهضاب تحتوي على البترول والغاز الطبيعي. السؤال ده فيه تفكير شوية وفيه ربط وفيه تركيز ان انت توضح العلاقة وتستفيد من معلوماتك اللي انت خدتها في الترم الاول كمان يا ولاد. الجزء بتاع التكوينات الجيولوجية لما اتكلمنا عن الازمنة وكل تكوين وايه اللي موجود فيه، وقلنا عندنا ازمنة كتيرة وكل زمن بيحتوي على مجموعة من الصخور ومجموعة من المعادن ومصادر طاقة وغيره، وعرفنا اماكن كل ده، وكمان خدنا الجزء بتاع التضاريس وعرفنا اماكن التضاريس دي موجوده فين، اماكن الهضاب فين، اماكن الجبال فين، يبقى كل المعلومات اللي انت خدتها دي كلها انت مطالب ان انت تستفيد بيها، لان انت خلاص المفروض مختزن عندك في عقلك وتقدر ان انت تربط بينها وبين الايه المنهج بتاعك في الترم ده. احنا السؤال بيتكلم عن البترول والغاز الطبيعي، جميل. طب البترول والغاز الطبيعي ده مصادر الطاقه، احنا عارفين اماكنهم فين، عارفين اماكن البترول فين في مصر واماكن حقول الغاز فين في مصر. طيب هو بيقول لك ايه المكان بقى اللي بيشترك فيه وجود او بيكثر فيه وجود البترول والغاز الطبيعي معا. انتوا عارفين يا اولاد ان في معلومه مهمه جدا احنا قلناها في الحلقات السابقه، وقلنا ان في عندي حقول بيبقى فيها البترول منفردا، وعندي حقول تانية بيبقى فيها البترول والغاز الطبيعي موجودين مع بعض، يعني ممكن يكون عندي حقل غاز فقط وحقل بترول فقط وحقل تاني يكون فيه الغاز والبترول معا. طيب انا عندي هضبة من الهضاب اللي مختارها لي او الاختيارات اللي مديهاني، مديني الهضبة الوسطى ومديني الهضبة الجنوبية ومديني هضبة مرمريكا ومديني هضبة العببدة. زي ما اتفقنا وعلمناكم انها لازم نشوف الاختيارات ونبتدي نستبعد الاختيار الغير سليم الاول لحد ما يتبقى معانا الاختيارات اللي انا ابتدي افكر فيها ايهم اجابه صحيحه. لو بصينا مع بعض كده، لو قلنا الهضبه الوسطى والهضبه الجنوبيه لما بيقعوا فين؟ في الصحراء الغربيه. متهيالي في الاجزاء الجنوبيه من الصحراء الغربيه ايه يندر او يقل فيها خالص او يندر فيها وجود مصادر الطاقه البترول والغاز الطبيعي. احنا عارفين ان احنا البترول والغاز الطبيعي تركز في منطقه حوالين خليج السويس ومنطقه شمال الصحراء الغربيه. طيب يبقى انا اما ابص على الاختيارات يبقى انا ممكن استبعد الهضبه الوسطى والهضبه الجنوبيه، يبقى لي هضبه مرمريكا وهضبه العبابده. لو فكرنا شويه، هضبه العبابده لو نفتكر مع بعض اللي خدناها في تضاريس الترم الاول، قلنا ان هضبه العبابده حبايبي موجوده في جنوب الصحراء الشرقيه.
طيب يبقى معنى كده ان برضه هستبعد هضبه العباب ده، وهيبقى لي هضبه مرماريكا اللي موجوده في شمال الصحراء الغربيه. وانا لسه قايله دلوقتي ان احنا من اهم المناطق وجود البترول والغاز الطبيعي عندي في شمال الصحراء الغربيه. يبقى الاختيار السليم انا قدرت، ممكن اكون انا مش فاكر هو موجودين فين بالظبط، لكن ممكن من خلال ان افكر تفكير منطقي واستبعد الاجابات الخاطئه اقدر اوصل للاجابه السليمه بشكل صحيح. طيب نشوف مع بعض حبايبي كده سؤال كمان بيقول لي تنتشر الصناعات المعدنيه في محافظه ايه؟ احنا خدنا الدرس بتاع مصادر الطاقه والثروات المعدنيه، خدنا فيه كمان الصناعه. طيب هو بيقول لك مديلك كام محافظه دلوقتي؟ خدنا مديلك اسوان، الفيوم، المنيا، القاهره. بيقول لك اي الصناعات المعدنيه يعني الصناعات المعدنيه اللي عارفينها كلنا اللي هي بتعتمد على المعادن زي معدن الحديد وغيره بتنتشر في محافظه ايه؟ كلمه صناعات معدنيه احنا عارفين يا اولاد، احنا لو ركزنا في الخريطه اللي كان مديهاني في كتاب المدرسه في الدرس بتاع الصناعه هتلاحظ انه محدد لك اماكن وجود الصناعات المختلفه في مصر. وزي ما اكدت عليكم في الحلقات السابقه وقلت لكم احنا لازم نركز في الخرائط كويس جدا، لان الخرائط بتحتوي على معلومات اكتر بكتير من المعلومات اللي موجوده عندك في الكتاب، وهو بيعتمد عليها يا اولاد في اسئله كتيره جدا، وده شفناه في الامتحانات السابقه انه بيركز على الاسئله اللي موجوده على الخريطه بالرغم من انها غير مذكوره بالنص في كتاب المدرسه. فلو ركزنا في خريطه الصناعات الموجوده في مصر او الصناعات الرئيسيه في مصر هنلاحظ اماكن وجود الصناعات المعدنيه. من اهمها منطقه حلوان. دي بيوجد فيها صناعات معدنيه. لو نفتكر مع بعض منطقه حلوان دي موجوده تبع انهي محافظه يا اولاد؟ هتقدر تجاوب بسرعة وهتختار الإجابة الصحيحة لو أنت عارف مكان الصناعات المعدنية عندي في منطقة حلوان أو مدينة حلوان، وديت موجودة في منطقة اللي هي عندنا مناطق صناعية أو صناعية كتيرة جدا، منها أهمها مصنع الحديد والصلب اللي احنا كلنا عارفينه في منطقة الحديد والصلب. دي من المناطق الهامة جدا اللي موجود فيها صناعات معدنية وبيعتمد فيها على صناعة معدن الحديد. واحنا عارفين نفتكر مع بعض كده الحديد قلنا بنجيبه منين؟ من الواحات البحرية. طيب نبص كده على الاختيارات، لو ركزت شوية ها انهي محافظة من المحافظات اللي قدامك ديت هيكون موجود فيها مدينة حلوان؟ ها اسوان ولا الفيوم ولا المنيا ولا القاهرة؟ طبعا كلكم عرفتوا الإجابة، هتبقى محافظة القاهرة. يبقى بالتفكير المنطقي هتقدر توصل للإجابة وما تتخضش خالص من الايه من الأسئلة، هي مجرد بس بيعتمد فيها على تركيزك في قراية السؤال قراية جيدة وربطك بأحداث المنهج المختلفة أو أجزاء المنهج المختلفة هتوصلك للإجابة السليمة. نشوف كده مع بعض حبايبي سؤال كمان بيقول لي من المناطق التي تشتهر بالصناعات البترولية والكيميائية، ايه هي المناطق اللي بتشتهر بالصناعات البترولية والكيميائية؟ احنا عارفين البترولية والكيميائية المقصود بيها ايه يا اولاد؟ اللي هي بتعتمد على البترول اللي هي مصادر الطاقة. طيب نفتكر كده مع بعض ايه هي المناطق اللي بيموجود فيها بشكل كبير الصناعات البترولية؟ اكيد المناطق اللي احنا عارفينها كلنا اللي بيتركز فيها وجود ابار البترول. هل هي شبين الكوم ولا نجع حمادي ولا حلوان ولا السويس؟ طبعا كلكم عرفتوا الاجابه، ان انا لسه قايله لكم من شويه صغيره ان خليج السويس من المناطق الهامه جدا في وجود البترول في مصر. طيب يبقى انا من شيء منطقي استنتج على طول ان منطقه السويس هي اللي بيكون فيها صناعات بتروليه وكيميائيه. طيب حبيبي نشوف مع بعض كده سؤال كمان بيقول لي برضو من أسئلة الصور والأشكال، ودي برضك من الأسئلة الهامة جدا اللي بتعتمد فيها على الملاحظة. نركز كده بيقول لك إيه، هذا الشكل يوضح أحد المعادن الفلزية. هو سهل لك الحوار أهو خالص وبيقول لك معدن فلزي، بيقول لك حدد نوعه وأماكن وجوده في مصر. إيه هو نوع المعدن الفلزي اللي قدامك يا أولاد؟ ها؟ وإيه هي أماكن وجوده في مصر؟ لو ركزنا مع بعض كده وقلنا في الحلقات السابقة لما شرحنا درس المعادن وجبنا صور لكل معدن وعرفناكم شكل المعدن عشان تكون عارفه سواء جالك في الامتحان أو شفته على الطبيعة، يبقى أنت عندك علم بالمعدن اللي أنت بتدرسه ده عبارة عن إيه أو شكله إيه. المعدن اللي قدامك ده احنا نفتكر مع بعض كده احنا كان عندنا كم معدن فلزي واخدينه في المنهج؟
كنا واخدين الحديد واخدين المنجنيز واخدين الذهب والكروم. تعتقد ان المعدن اللي قدامك او الصوره دي توضح انهي واحد فيهم؟ طبعا مش كلكم شطار، عرفنا ان هو معدن المنجنيز. حلو قوي، يبقى الشكل اللي قدامي او الصوره اللي قدامي بتوضح لي معدن المنجنيز. يبقى انا جاوبت له على الجزئيه الاولى من السؤال، وهي حدد نوعه او النوع بتاع المعدن ده ايه. طيب اماكن وجوده بقى نفتكر مع بعض كده حبايبي. احنا قلنا المنجنيز موجود في كام مكان عندي في مصر؟ موجود في سيناء يا اولاد، موجود في منطقه اسمها ام بجمة. يبقى موجود عندنا في منطقه ام بجمة في سيناء، وكمان موجود عندي في الصحراء الشرقيه في جبل علبه. يبقى منطقه ام بجمة في سيناء ومنطقه جبل علبه في الصحراء الشرقيه. حد شاطر كده يقول لي جبل علبه ده كان بيشترك مع المنجنيز معدن تاني كمان موجود فيه. ها مين فاكر؟ قلنا معدن الكروم حبايبي. يبقى جبل علبه موجود فيه معدنين مهمين جدا من المعادن الفلزيه اللي خدتها عندك في المنهج، وهو معدن المنجنيز ومعدن الكروم. يبقى انت كده دلوقتي جاوبت له على السؤال اللي طالبه، النوع واماكن وجود المعدن. نشوف كده حبايبي السؤال كمان. طيب السؤال التاني بيقول ايه؟ تشتهر مدينه دمياط بايه؟ طبعا كلكم على طول كل الناس عارفه ان دمياط بتشتهر بالاخشاب. طيب هو مش مديني في الاختيارات اللي شايفينها دلوقتي، يعني الاساس ده حاجه اساسيه او الاخشاب وصناعه الاخشاب دي حاجه من الحاجات الاساسيه في محافظه دمياط. جميل، بس هو مش طالب، مش عاوز دي، هو في حاجه تانية بتشتهر بيها محافظه دمياط بدليل ان هو مش جايب لي من الاختيارات الاخشاب، كنا خدناها هي على طول بدون تفكير. لا هو مديني اختيارات تانية، بيقول الصناعات الهندسية والصناعات البترولية وصناعة الغزل والنسيج وصناعة الجلود. تفكروا كده معايا بالراحة، لو نفتكر لو برضو رجعت وبصيت على الخريطة اللي مديها لك في الكتاب زي ما قلت لك والمعلومات اللي هتلاقيها عليها، هتلاقي ان محافظة دمياط موجود فيها صناعات تانية مش بس صناعة الاخشاب. طيب تعتقدوا ايه؟ اكيد هنستبعد الصناعات الايه؟ الهندسيه والبتروليه و يعني صناعه الغزل والنسيج، يبقى لنا صناعه الجلود. يبقى لو قلنا ايه اهم الصناعات اللي بتشتهر بها محافظه دمياط، هنلاقي على في المرتبه الاولى اللي هي صناعه الاخشاب اللي كلنا عارفينها، ويجي معاها كمان وراها صناعه الجلود. يبقى انا عندي دلوقتي هو حب يختبر معلوماتك انت وملاحظتك للخريطه، انت عارف المعلومه واضحه بالنسبه لك ان دمياط يبقى اخشاب على طول. طب هو ادالك بقى سهلك على جزئيه تانيه خالص وبيختبر فيها معلوماتك، يبقى تبقى عارف وحاضر ومجهز نفسك للاسئله اللي هي ايه فيها تفكير شويه، ما هيش مباشره بشكل ايه واضح، وده اللي احنا اتعودنا عليه في الامتحانات السابقه. شوف كده حبايبي سؤال كمان بيقول لي ماذا يحدث اذا زادت المدخرات والاستثمارات المصرية. يعني أنا عارف يعني إيه كلمة مدخرات الأول حبايبي، بيقول لك إيه اللي يحصل لو زادت المدخرات؟ أنت كلمة مدخرات زي أكنك بتحوش، يعني لو مدخرات الدولة يعني الفلوس اللي هي الدولة بتوفرها، الفلوس الزيادة عندها كلمة مدخر، يعني إيه؟ يبقى أنا الدولة عندها فائض في الإيه؟ في الأموال. والاستثمارات يعني مدخرات واستثمارات، لو الاتنين زادوا، لو أنا عندي فلوس زيادة يبقى أنا هساعد، طالما أنا عندي كمية أو عدد أو نسبة كويسة من العملة الصعبة أو مدخرات كبيرة، ده معناه إن أنا هقدر يا ولادي يبقى عندي فرصة إن أنا أقيم مشروعات مختلفة، هقدر أدخل في عمليات التنمية المختلفة. جميل، طب لو زادت الاستثمارات عندي في الدولة ده معناه إن أنا المشروعات هتزيد، معنى كده إن فرص العمل هتزيد، الإنتاج بتاعي هيزيد، يبقى النمو الاقتصادي هيرتفع، كل ده هيترتب على المدخرات والاستثمارات. يبقى لا اول نقطه ما يقول لك ايه اللي يحصل لو المدخرات والاستثمارات زادت عندنا في مصر، اول حاجه ان انا معناها على طول زياده المشروعات المختلفه، هيترتب عليه زياده عمليات التنميه المختلفه، زياده فرص العمل، مشروعات يعني فرص عمل، هقلل من نسبه البطاله، طالما انا زودت فرص العمل على طول اوتوماتيك هيترتب عليها هتقل نسبه البطاله. يبقى كل دي حاجات بتترتب على زياده المدخرات، بالاضافه بقى ان انت هيزيد عندك الانتاج، هيرتفع عندك النمو الاقتصادي، هيبقى في عندي رخاء اقتصادي، هيقلل كمان وهنحل شويه من مشكله ايه؟ عدم التوازن بين السكان والموارد. شايفين قد ايه كل ده ترتب على وزياده مدخرات واستثمارات في الدوله؟ طبعا ده عنصر مهم جدا جدا بالنسبه لاي دوله. طيب شوف كده سؤال كمان يا حبايبي.
بيقول لي في السؤال ايه العلاقه بين المنتجات العالميه واعاقه الصناعه في مصر؟ حلو قوي السؤال ده، يعني في تفكير شويه. انا حاطه لك الاجابه بس هو كان السؤال انت نفسك هتقدر ان انت تفكر فيه حبه او تركز فيه شويه. يعني ايه العلاقه المنتجات العالميه وبين اعاقه الصناعه؟ يعني انا مالي، يعني مثلا لو حد فكر في اول وهله ايه العلاقه بيني المنتجات العالميه اللي موجوده في العالم وبين اعاقه الصناعه عندي؟ طب انا الصناعه عندي ببلدي، مالها ومال المنتجات العالميه؟ ما هي المشكله في ان المنتجات العالميه يا اولاد بتبقى بجوده واسعار اقل، يعني جوده عاليه جدا والاسعار اقل من المنتج اللي انا بطلعه. يبقى انا لو المنتجات بتاعتي الصناعيه طلعت بجوده اقل وسعر اعلى، طبعا مش هتلاقي ايه يعني اقبال عليها بالنسبه للسوق العالمي، يبقى هيعوق عمليه الصناعه، صح ولا لا؟ يبقى انا عندي دلوقتي نقطه خطيره جدا، مش معنى ان المنتجات العالميه دي في العالم الخارجي انا ماليش دعوه بيها، انا بصنع في بلدي انا مالي من المنتج العالمي، لا طبعا، ما في منافسه، وانا لو مش قادر على المنافسه دي بيني وبين المنتجات العالميه يبقى منتجي هيقع، مش هيقبل، انا محدش هيقبل عليه. يبقى معنى كده ان انا هيبقى ايه عندي مشكله عندي في بيع المنتجات الصناعيه اللي عندي، وبالتالي هيبقى في اعاقه في استمرار الصناعه او تطورها، فدي مشكله كبيره جدا. يبقى على الدوله الاهتمام بجوده وسعر المنتج حتى يستطيع منافسه المنتجات العالميه. يبقى عرفنا ازاي يا اولادي ان ممكن المنتج العالمي يؤثر في اعاقه عمليات التنمية لو أنا عندي المنتج العالمي بجودة عالية وأسعار منخفضة عن المنتج بتاعي، يبقى ده معناه أن أنا مش هقدر أنافس المنتج العالمي، وبالتالي هيبقى عائق أمام الصناعة وتطورها في الدولة. فهمنا كده يا ولاد؟ يبقى مهم جدا جدا أستوعب السؤال عاوز مني إيه ومطلوب مني إيه فيه عشان أقدر أجاوب صح. تمام يا حبايبي، نشوف كده مع بعض السؤال كمان. بيقول لي حدد تأثير صناعة الطوب الحراري أو الطوب الأحمر على التنمية الزراعية في مصر. إيه علاقة الطوب الأحمر أو صناعة الطوب الأحمر يا أولاد بالتنمية الزراعية في مصر؟ إحنا عارفين يا أولاد إن إحنا معتمدين في التنمية الزراعية في بلدنا أكيد على الأراضي الزراعية اللي موجودة عندي. إحنا عارفين إن إحنا عندنا مساحة الأراضي الزراعية تصل إلى 8000 فدان. جميل، طيب مساحة الأراضي الزراعية ديت لو أنا استطعت إن أنا أزود من مساحتها ده يكون أفضل طبعا عشان أقلل من مشكلة نقص الغذاء. جميل، طب لو أنا بقى المساحة دي بدأت تقل مش زادت، يعني بدل ما أنا أزود مساحة الأرض الزراعية لا ده أنا بقللها، يبقى في الحالة دي هيحصل مشكلة. يبقى المفروض إن أنا محتاج إن أنا أزود مساحة الأرض الزراعية، أنا بعمل العكس، بقلل من مساحة الأرض الزراعية. طب بقللها إزاي؟ عن طريق صناعة الطوب الأحمر ده. ليه يا ولاد؟ لأن الطوب الأحمر ده عشان أصنعه محتاج أجرف التربة الزراعية، باخد الطمي بتاع التربة الزراعية وابتدي أصنع منه الطوب الأحمر. يبقى أنا عشان أعمل الطوب الأحمر ده أنا قضيت على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، يبقى انا بدل ما ازود الارض الزراعيه اللي انا محتاجها عشان اقدر احل مشكله نقص الغذاء، انا عملت حاجه العكس وقللت من مساحه الارض الزراعيه عن طريق التجريف. يبقى معنى كده ان انا اعقت عمليات التنميه الزراعيه في الدوله. فاهمين كده؟ فاهمين معايا يا حبايبي؟ يبقى دلوقتي الطوب الاحمر بيتصنع من ايه؟ من الطمي او من التربه الايه الزراعيه. يبقى لازم عشان اصنع الطوب الاحمر لازم هجرف الارض الزراعيه، وطالما ان الارض اتجرفت خلاص اصبحت غير صالحه للزراعه، يبقى انا كده قللت من مساحه الارض الزراعيه، يبقى انا اعقت عمليات التنميه الزراعيه في الدوله. يبقى العلاقه بين صناعه الطوب الاحمر وبين التنميه الزراعيه هي اعاقه عمليات التنميه عن طريق تجريف الارض الزراعيه ونقص المساحات المزروعه في الدوله. يبقى بكده حبايبي انا عملت مشكله وعملت عائق امام زياده مساحه الارض الزراعيه وزياده التنميه الزراعيه بسبب ايه؟ بسبب الطوب الاحمر. طيب شوف السؤال اللي بعد كده بيقول ايه؟ يرجع اسباب أو سبب وجود الفوسفات في الصحراء الغربية إلى إيه؟ إحنا عارفين يا أولاد إن إحنا عندنا من ضمن المعادن اللافلزية اللي موجودة عندي وهو الفوسفات، ومصر بتحتل مرتبة الخامسة في المستوى العالم بالنسبة لإنتاج الفوسفات، ودي حاجة مهمة جدا. طيب يبقى الفوسفات من المعادن الهامة جدا. طيب إحنا عارفين أماكن وجوده فين؟
احنا عندنا مكان مهم جدا اللي هو موجود في منطقة أبو طرطور في الصحراء الغربية. على فكرة يا ولاد، منجم أبو طرطور ده من أكبر المناجم للفوسفات في مصر في الصحراء الغربية أو في مصر بالكامل، هو منجم أبو طرطور ده أكبر منجم عندي في الفوسفات. طيب عندي كمان منجم السفاجة والقصير، وده أقدم منجم تم إنشاؤه في مصر. يبقى من أقدم المناجم اللي موجودة عندي في مصر هو السفاجة والقصير، وإحنا عارفين ده مكانه فين يا حبايبي؟ على البحر الأحمر. طيب وعندي كمان مكان اللي هو اسمه السبعية على نهر النيل. يبقى في ثلاث أماكن هامة جدا لوجود الفوسفات عندي في مصر. المكان الأول قلنا أبو طرطور في الصحراء الغربية، وعندي السفاجة والقصير على البحر الأحمر، وعندي كمان السبعية على نهر النيل. يبقى دي الثلاث أماكن الهامة لمين؟ للفوسفات في مصر. جميل. هو بيسألني بقى إيه سبب وجود الفوسفات في الصحراء الغربية؟ يعني ارجع كده بالذاكرة وافتكر التكوينات الجيولوجية اللي ما كانت انت واخدها قبل كده والأزمنة الجيولوجية، هتعرف على طول سبب وجود الفوسفات في منطقة الصحراء الغربية ليه. لو نبص على الاختيارات هو كاتب لي ايه؟ المياه السطحية والتركيب الجيولوجي والمناخ والتداخلات البركانية. تعتقد يا أولاد ان سبب تكوين الفوسفات المياه السطحية؟ متهيألي ما اعتقدش خالص ان هي المياه السطحية. ها طيب المناخ، طيب التداخلات البركانية، التركيب الجيولوجي. انا لسه بقول لك ايه، ارجع بذاكرتك كده للتكوينات الجيولوجية اللي انت واخدها عندك ايه في الترم الاول. لو نفتكر مع بعض كان الزمن التاني موجود فيه ايه يا ولاد؟ موجود فيه الحجر الرملي النوبي اللي هو خزان المياه الجوفية اللي كان سبب في وجود المياه الجوفية عندي ايه في الصحراء الغربية. جميل. وعندي كمان كان موجود في الزمن التاني ده الصخور التباشيرية اللي هي كانت سبب في وجود الفوسفات في الصحراء الغربية. يبقى إجابة السؤال ده لما يقول لي الفوسفات سبب وجوده إيه في الصحراء الغربية، وإحنا واخدين الفوسفات في الترم ده من ضمن المعادن، فعاوز يخليك تربط بين الترم الأول والترم التاني من حيث المعلومات اللي موجودة عندك في الترمين. يبقى انت كده عرفت ان الفوسفات سبب تكوينه ايه؟ الصخور التباشيريه التي ترجع الى الزمن الثاني، يعني سبب تكوينه او سبب وجوده بيرجع ليه سبب التركيب الايه؟ الجيولوجي. يبقى التركيب الجيولوجي الصحراء الغربيه هو سبب في وجود الايه؟ الفوسفات. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي تقوم الدوله بجهود عديده من اجل التنميه في مصر في كافة المجالات. طبعا كلنا عارفين جهود الدولة. بيقولك في ضوء العبارة السابقة، ما رأيك في مشروع ممر التنمية ولماذا توقف هذا المشروع؟ طيب يعني السؤال مهم جدا من الحاجات الهامة جدا عندي في المنهج، واحنا كان من الحاجات المهمة جدا اللي كان بيعتقد ان نعمل طريق يعني موازي لنهر النيل بنسميه ممر التنميه، بيمتد من الشمال للجنوب في مصر. طبعا الممر دوت كان احنا اطلقنا عليه ممر التنميه لان هيتم من خلاله بناء مدن كتيره جدا على مدار هذا الطريق او هذا الممر، وكمان مشروعات مختلفه كتيره جدا موجوده في هذا الطريق. طبعا هيبقى فيه هيرتبط بيه خدمات وهيرتبط بيه انشطه كتير وفرص عمل وحاجات كتيره جدا. طيب ليه توقف؟ لان تم طرح المشروع او الحديث عن المشروع بدون دراسه جيده لهذا المشروع، ونتيجه الدراسه التي تمت او تم اجراءها على المشروع دوت، لان كان في اراء بتؤيد اقامه المشروع وفي اراء اخرى بتعارض المشروع. فمن ضمن الآراء المعارضة إن هو هيبقى في خطورة أو في آثار سلبية على إنشاء هذا الممر في هذا الاتجاه اللي هو الموازي لنهر النيل، وبالتالي تم توقف هذا المشروع. يبقى المشروع ده كان وسيلة لإنشاء منطقة جديدة، أو يعتبر زي ما أكننا بننشئ ممر جديد موازي لوادي النيل بحيث إن احنا نقلل من التكدس السكاني. كانت الفكرة أو الهدف منها هدف جميل، لكن نتيجة يعني بدأنا إن احنا ندرسها على أرض الواقع اكتشفنا بعض الأخطار اللي ممكن تنتج عن هذا المشروع، فتم التوقف عنه وبالتالي لم يتم استكمال هذا الممر. طيب نشوف حبايبي كده سؤال كمان. بيقول لي وضح
العلاقة بين الصين كدولة متقدمة صناعيا وإعاقة تطوير الصناعة المصرية. طيب ايه العلاقة؟ الصين دولة متقدمة، احنا مالنا؟ طب ايه المشكلة يا ولاد؟ ايه العلاقة بين ان الصين تبقى دولة متقدمة صناعيا وان ده يكون عائق امام تطوير الصناعة عندي في مصر؟ لو ركزت كده شوية، الصين دولة متقدمة صناعيا، طيب ده يعوقني انا ايه في الصناعة؟ يعني ده يمثل لي اعاقة ليه؟ لان التقدم الصناعي اللي في الصين، وطبعا احنا عارفين منتجات الصينية اصبحت يعني تغزو العالم بالكامل، موجودة في كل دول العالم بما فيها مصر. الصين بتتبع معانا سياسة الإغراق، يعني إيه؟ إغراق السوق بالمنتجات الصينية بشكل كبير جدا. طيب هذه المنتجات الصينية اللي بيتم طرحها في السوق بشكل كبير جدا يعني بجميع أنواع المنتجات المختلفة، وبالتالي يبقى انا عندي مشكله في ان المنتج اللي قدامي معروض بسعر اقل من المنتج اللي موجود عندي في الدوله او المنتج المحلي. طبعا اتجاه السوق او المستهلك هيتجه لايه؟ للمنتج اللي هو ارخص او الاقل في السعر، وبالتالي هيبقى في عدم طلب للمنتجات المحليه، ويبقى بالتالي في اعاقه لعمليه الصناعه عندي في الدوله. وانا الصناعه هتتطور ازاي يا اولاد؟ كل ما كان عندي منتجاتي ليها طلب وعليها اقبال في السوق وفي كميات كبيره جدا من المنتجات بيتم بيعها في الاسواق المختلفه وتداولها، كل ده ما هيعمل على تنشيط الصناعه وتطويرها وارتفاعها وتقدمها. طيب في حاله ان انا يبقى في عندي اغراق بالسياسه اللي بتتبعها الصين عندنا في مصر، وهي سياسه الاغراق للمنتجات الصينيه بشكل كبير جدا، يعني بيكون السوق يعني مشبع بالمنتجات الصينيه من جميع الانواع، وبالتالي بيكون منافس رهيب جدا للمنتجات المحليه، وبالتالي اعاقه لعمليات الصناعه في مصر. فهي دي العلاقه بين الصين وبين إعاقة الصناعة. يبقى سياسة الإغراق التي تتبعها الصين في المنتجات الصينية في مصر، ده من الحاجات اللي بتكون سبب في إعاقة الصناعة في الدولة المصرية. طيب نشوف كده مع بعض سؤال كمان حبايبي، بيقول لي ما رأيك؟ سؤال ما رأيك ده جميل جدا، ومن الأسئلة اللي بتنمي تفكير الطالب وبتساعده على إبداء رأيه وتنمي فيه قدرة على إن هو يكون قادر بعد كده في المستقبل على إبداء الآراء في المشاكل المختلفة أو المواضيع المختلفة على مستوى الدولة أو المستوى الشخصي. طيب أما أقول لك ما رأيك في حل مشكلة الإغراق التي تواجه الصناعة المصرية؟ حلو قوي، يبقى أنا السؤال ده يعتبر مكمل للسؤال السابق. أنا بقول لك إن الصين كان السبب في اتباع سياسة الإغراق على الصناعة المصرية عندي في مصر أو على السوق المصري. طيب إيه الحل؟ هل أنا أستسلم لسياسة الإغراق اللي بتقوم بيها الصين أو المنتجات الصينية اللي هي بتملى الأسواق عندنا، ولا نعمل إيه؟ الحل يا أولاد إن إحنا نعمل عملية رفع للجمارك على المنتجات الصينية، بحيث ان يبقى في ايه؟ توازن بين المنتجات بتاعتي وبين المنتجات اللي جايه لي من الخارج. يبقى ده ما يضرش معايا او بيقلل الضرر القائم على المنتجات المحليه. يبقى انا كده بحافظ او بحمي الصناعه المحليه بتاعتي او المنتج المحلي من الاسواق او المنتجات اللي هي المنتجات العالميه او المنتجات الصينيه. تمام كده حبايبي؟ يبقى الحل في سياسه الاغراق التي تتبعها الصين ان انا او اي دوله اخرى، يعني مش شرط الصين، اي دوله اخرى بيبقى فيه المنتج بتاعها بنرفع الجمارك، بحيث ان يبقى فيه توازن بين المنتجات المحليه والمنتجات العالميه والمنتجات الاجنبيه، وبكده انا اقدر احمي الصناعه بتاعتي من انها يحصل لها عمليات تدهور نتيجه المنتجات المنافسه لها في الاسواق. تمام كده حبايبي؟ يبقى احنا قلنا السبب وقلنا كمان الحل بتاعه ايه. نشوف كده حبايبي سؤال كمان، بيقول لي وضح دور التعليم للنهوض بالصناعة في مصر، يعني عاوزك تتكلم عن التعليم في دوره ايه عشان ينهض بالصناعة.
احنا على طول بنتكلم عن التعليم ان هو يكون وسيله جيده، ان بيرفع من قلل من نسبه الاميه في مصر، بيوفر فرص عمل، بيساعد على التقدم في الدوله. طبعا كل ما كان عندي العنصر البشري بيحصل على نسب عاليه من التعليم، كل ما كان ده بيساعد ان هو يكون عنده قدرات ومهارات اكبر، ويقدر ان هو يكون مساعد او عامل محفز للتنميه عندي في الدوله. طيب هو بيسألك لا سؤال تاني، بيقول لك دور التعليم في النهوض بالصناعة، يعني ازاي التعليم يكون وسيلة لان انا انهض بالصناعة بتاعتي. جميل، لو انا اهتميت بالتعليم وعملت عملية تطوير شامل للتعليم، وساعدت في ان اهتم بالتعليم الفني، التعليم المهم جدا الخاص بانشاء او وجود او اخراج عدد كبير من العماله المدربه اللي هي بتحتوي او بتكون عندها قدره فنيه عاليه او مهاره فنيه عاليه، بحيث ان هي تقدر يا حبايبي انها تقدر تكون جاهزه او قادره على الدخول في سوق العمل. يبقى التعليم مهم جدا، وخاصة التعليم المهني أو اللي بنسميه التعليم الفني. كل ما اهتميت بيه، كل ما طورت التعليم، كل ما ربطته بسوق العمل، كل ما عملت عمليات تنمية للتعليم المهني وجعلته مرتبط بالمصانع المختلفة، بحيث ان الطالب اثناء دراسته يكون بيتدرب بشكل عملي في المصانع، انا كده بطلع عامل مدرب وعنده كفاءة ومهارة فنية تساعدني على تطوير والنهوض بالصناعة. بالإضافة للتعليم في المستويات المختلفة، مش بس التعليم الفني، مراحل التعليم مختلفة. أنا لما أخرج مهندس متميز هيساعدني في نهوض بالصناعة، أخرج مجالات مختلفة من التعليم أو المهن المختلفة من التعليم، قدرة العامل أو الطالب أو المهندس كل ما يكون عنده قدرة أكبر من التعليم وقدرة أكتر على المهارة الفنية أو القيام بالأعمال المختلفة بشكل في مهارة فنية، كل ده مع حبيبي هيساعد ويكون سبب في النهوض بالصناعة. لأن أنا محتاج إنسان أو قائد يكون مدرب وماهر ويكون عنده قدر كبير من العلم، ومحتاج عامل برضه يكون مدرب وماهر وعنده كفاءة ومهارة فنية، فده هيساعد في عمليات النهوض بالتعليم. يبقى الاهتمام بالتعليم وتطويره، الاهتمام بالتعليم الفني، إنشاء أو إخراج عمالة ماهرة ومدربة وعندها قدرة فنية عالية، كل ده هيساعد على النهوض بالصناعة. ويبقى كده قلنا العلاقة بين التعليم وبين النهوض بالصناعة. شوف كده مع بعض حبيبي السؤال كمان، بيقول لي ايه العلاقة بين انخفاض مستوى المعيشة والصناعة؟ طيب انا عندي دلوقتي يعني ايه كلمة انخفاض مستوى المعيشة يا ولاد؟ يعني ايه؟ يعني انا لما يكون اجوري عندي منخفضه وعندي مستوى، اكيد هيقلل طبعا من مستوى المعيشه بتاعتي، يعني الاجر بتاعي منخفض، بالتالي هيبقى مستوى معيشتي منخفض. طيب وبالتالي هيبقى عندي، انا معايا فلوس؟ لا طبعا. مستوى معيشه منخفض يعني ما عنديش قدره ماليه عاليه، صح؟ يبقى في الحاله دي انا مش هقدر، هتجه للاسواق ويبقى عندي رغبه في شراء المنتجات المختلفه. هبقى مركز قوي ان يا دوبك الايه القدر من المال اللي موجود معايا يا دوبك يساعدني في الحصول على الاساسيات او المتطلبات الاساسيه ليا، فيبقى بالتالي مش هيبقى عندي الرغبه او الطلب مش هيبقى كبير قوي في الاسواق المحليه. ده هيأثر على السوق المحلي بايه؟ بيضعف من السوق المحلي. طيب ما انا الصناعه بتعتمد اعتماد كبير يا اولاد على الاسواق المحليه، ما انا هطلع المنتج يا حبايبي هبيعه فين؟ ما اكيد هبيعه في السوق المحلي، ده في البدايه الاولانيه، يعني لازم على الاقل يبقى عندي سوق محلي يقدر يستوعب المنتجات بتاعتي، وبعد كده افكر في عمليات التصدير. فلو عندي ضعف في السوق المحلي ده هيأثر في عمليات اعاقه لعمليه الصناعه في مصر او النهوض بالصناعه. فمهم قوي قوي ان يبقى عندي تركيز في عمليات الفقر، انخفاض مستوى المعيشة، انخفاض الأجور، ده على فكرة من الأسباب اللي هتؤدي إلى ضعف الأسواق المحلية وبالتالي إعاقة الصناعة اللي بتعتمد اعتماد رئيسي على السوق المحلي. يبقى مهم جدا ان الدولة تعتمد اعتماد كبير جدا على انها ترفع من مستوى المعيشة عشان تعمل تنمية للأسواق المحلية وبالتالي تساعد على تنمية الايه الصناعة. طيب اما اقول السؤال اللي بعد كده، بيقول لي اقترح
حلول لتوفير المواد الخام في الصناعة. أنا من ضمن المعوقات اللي عندي يا ولاد إن أنا عندي كمية المادة الخام مش كبيرة، يعني قلة في المادة الخام. طيب عندي معوقات كثيرة جدا زي ما قلنا من شوية، انخفاض مستوى المعيشة، ضعف الأسواق، منافسة المنتجات العالمية للمنتج المحلي، كل دي حاجات من المعوقات اللي بتعوق عملية الإيه؟ الصناعة. جميل. طيب أنا عايزة بقى أعرف من ضمن المعوقات دي توفير المادة الخام. طب إيه اقتراحاتك أنت بقى عشان إحنا عاوزين ننهض بالصناعة، لأن أي دولة متقدمة هي دولة صناعية. فأنهض بالصناعة بتاعتي إزاي؟ لازم أوفر لها المادة الخام. طيب ايه الوسيلة اللي انت شايفها او مقترحاتك انت بقى ان احنا نزود من المادة الخام عندي في الدولة؟ اولا انا عندي مناجم، يبقى المناجم اللي موجودة بالفعل ابتدي عملية ايه؟ استغلال وتطوير هذه المناجم. يبقى انا بطور المناجم اللي موجودة عندي اوريدي. خلاص ده النقطة الأولانية. مش بس كده اكتفي بس بالمناجم الموجودة عندي، لا، ما انا ببحث بقى، ابحث وانقب عن مناجم جديدة، يبقى البحث والتنقيب عن معادن اخرى. يبقى انا في المرحلة الأولانية اللي موجود عندي اهتم بيه واطوره، يبقى المناجم الموجودة عندي اطورها واهتم بيها واستغلها بحيث ان انا ازود انتاجها وازود ايه الاستخراج اللي المعادن منها. جميل. طيب وكمان مش بس كده، لا، ابحث بقى عن مصادر جديدة، ابتدي ابحث عن مناجم اخرى بحيث ان انا يبقى عندي ايه اتسع افقيا وراسيا في عمليه الايه البحث عن وجود الماده الخام. يبقى مقترحاتي ان انا اهتم بالمناجم الموجوده وابحث عن مناجم اخرى واهتم كمان بالبحث العلمي في الدوله، لان دي من الحاجات الهامه جدا يا حبايبي، لان بتساعد عمليات البحث العلمي دي في اكتشاف مناطق جديده واكتشاف مناجم والاستفاده من الصناعه وتطويرها ونموها وتقدمها. مهم جدا جدا عمليات البحث العلمي والتنقيب على المعادن. نشوف كده حبايبي سؤال كمان بيقول لي دلل على صحة العبارة، دلل على صحة العبارة الآتية: رؤية المستثمرين ورؤية الدولة في تعارض بين الاتنين يا ولاد. دلل على صحة العبارة إن في تعارض بين رؤية المستثمرين ورؤية الدولة في الاستثمار في الصناعة. للأسف في تعارض فعلا، ده كلام مظبوط، هو بيقول لك العبارة صحيحة، عاوزك تدلل على صحة العبارة دي. أول حاجة إن المستثمرين يا حبايبي بيعزفوا عن الدخول في الصناعة أو الاستثمار في الصناعة. إيه السبب؟ إيه اللي بيخلي المستثمر اللي معاه فلوس يبعد شوية عن الاستثمار في الصناعة، مع إن الصناعة دي حاجة مهمة جدا ومن الحاجات الأساسية اللي بتساعد على تقدم الصناعة، وكمان من الحاجات اللي بتساعد على زيادة الأرباح. يعني كمستثمر هو يهمه جدا إن يبقى فيه أرباح للرأس المال بتاعه. طيب ما الصناعة من ضمن الحاجات اللي بتزود الأرباح. أيوة، بس في مشكلة، في معوقات موجودة عندي حبايبي في الصناعة، فدي من الحاجات اللي بتخلي الناس او المستثمرين يبعدوا شويه او يعزفوا عن الايه الدخول في الاستثمار الصناعي. زي ما قلناها من شويه، عدد كبير جدا من المعوقات، سواء الاجراءات الروتينيه في انشاء المصانع او الخدمات المختلفه وتوصيل الخدمات للمصنع وغيره، الماده الخام، اعاقه طرق النقل والمواصلات، اعاقه المنتجات العالميه، سياسه الاغراء، ضعف السوق المحلي، عدم وجود عمالة مدربة وماهرة، كل دي إعاقة، معوقات بتعوق عملية الصناعة. فده بيخلي المستثمر إيه يبقى يخاف شوية من الدخول في عملية الإيه الاستثمار الصناعي. يبقى رفض الإيه المستثمر الدخول في الصناعة. أما نشوف رؤية الاستثمار أو رؤية الدولة إيه في الاستثمار، لا، الدولة عاوزة الاستثمار، يبقى المستثمر رافض والدولة عاوزة الاستثمار أو حابة الاستثمار أو بتسعوا لعملية الإيه الاستثمار. طيب يبقى معنى كده ان المستثمر يرفض عمليات الاستثمار في الصناعه نتيجه المعوقات، اما الدوله بتسعى بكل جهدها للاستثمار في الصناعه وبتسعى لتوفير تسهيلات مختلفه في الصناعه، وبتقوم بمحاوله جديه في الفترات الاخيره لتذليل معوقات الصناعه بحيث انها تعمل على جذب المستثمرين مره اخرى للصناعه. يبقى عرفنا ان في تعارض بين الاثنين، ان المستثمر بيرفض والدوله بتسعى الى الاستثمار الصناعي، وعشان كده في تعارض بين الايه رؤيه المستثمر ورؤيه الدوله في الاستثمار الصناعي.
بكده يكون وصلنا لنهاية الحلقة، وإن شاء الله هنستكمل باقي المراجعة في البرنامج القادم إن شاء الله مدرسة على الهوى. أستودعكم الله وأشكركم على حسن متابعتكم، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.